السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماريسا سارة. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نعمل معكم واحد الجولة هكذا في سوق الجمعة بالمدينة اللي أنا متواجدة بها بفرنسا. هذا السوق كما كتشوفوا هنا متواجد في وسط السكن الاجتماعي، كما كتشوفوا هنا لي باتيمون ديال السكن الاجتماعي، هاد لي اش ال ام لي لوجمون سوسيو اللي طبعا كيتوزعوا على الفئات الاجتماعيه. والاسواق تقام على طول الاسبوع، كنلقاو سوق الخميس كيكون حتى هو في سكن اجتماعي اخر من غير هذا، كيكون عاوتاني كنهار السبت السوق ديال السبت كيكون في وسط المدينه، وصراحه كيقربوهم للسكن الاجتماعي باش كيقربوا لهم هذه الاسواق باش يلبيو ليهم كل حاجات ديالهم. وكنلقاوهم كما كتشوفوا متنوعين، كنلقاو فيهم كلش كيتباع، الخضر الفواكه اللحوم الزيتون التوابل الاتواب كما كتشوفوا هنايا، الاواني المنزليه الزرابي الملابس بانواعها. هاد السوق ما غاديش نقارنوه بالاسواق ديال باريس باغ اكزومبل لو مارشي ديال سارسيل ولا لا غراند بورن غريني ولا سان دوني ولا بيلفي ولا، حيت انا كنت ساكنه من قبل في باريس وسبق لي وتجولت في هاد الاسواق، يعني كتكون متنوعه وفيها كل حاجه بغيناها. ولكن الحمد لله حتى هذا المارشي بالنسبه للمدينه اللي انا فيها وبالنسبه لينا راه كيقرب لينا بزاف ديال الحوايج وكيجيب لينا المسائل اللي الاساسيه واللي كنحتاجوها. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع هذه الجوله. Allez-y, mesdames, 5 euros, mesdames. Allez-y, mesdames, 5 euros, mesdames. Quel aïe, هنا الاخوات التركيات ما شاء الله عليهم كيعملوا هاد الفطائر اللي محشوه بالكفته والجبن الطري، ولا كيكونوا محشوين بالكرات البرو والفخوماج فخي الجبنه الطريه، وكيعمروهم كذلك بالسبانخ والجبنه الطريه، ولا كيزيدوا معاهم الكفته. صراحة كيكونوا لذاذ بزاف بزاف.
Tu passes. Tu passes. لا 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 لا
من هاد السوق كنسمعوا لهجات ولغات متنوعة. نعم ديال ابو كيت ملي كان ديال ابو زعما ديال ابو بيبلو كي ديال ابو كيف هذيك فين تقينا حتى هي تقينا انا بيضاء هذوك وين يزوق عندها ديرتها ديزينها ديتي الخبز راه تكون عندها ما خديتش اي اه صافي بقات تدور صافي تمام إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي ما ينساش يعمل اشتراك باش يوصلوا دائما الجديد وتبقوا على خير في فيديو جديد إن شاء الله.